حتى تستمر على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. شوطنا الخامس أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات، تتقدم مباشرة مع هذه الابكار اللي جاية وافرع المركز الاول لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع، من يقدم افراح في اول الاسماء المنطلقة والباحثة عن ناموس هذا الشوط. المركز الثاني الشاهينية القادمة من هجن العاصفة بمتابعة وتضمير غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب، مقدما الشاهينية من هجن العاصفة. المركز الثالث نتابع مزنة القادمة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب. والمركز في هذه اللحظات المركز الرابع. المركز الرابع نتابع التقدم من قبل شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بمتابعة الخبير مسري بن سالم بالعرطي، من يقدم انطلاقة الغزيلة القادمة في هذه اللحظات على المركز الرابع. والخامس الشاهينية من هجن رياسة مع محمد بن عتيب بن زيتون آل مهيري، وسادسا الشاهينية من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي والشاهينية على المركز السابع من هجن رياسة مع حارب بن مغير العميمي بو سلطان، مقدما انطلاقات الشاهينية على المركز السابع. المركز الثامن الوصول والتقدم من الشاهينية ومن هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. والمركز التاسع الوثبة القادمة، الوثبة يا سلام، الوثبة من هجن رياسة صالح بن سعيد بالعري المري في المتابعة والمجازفة، يقدم الشاهينية ويتقدم مع الشاهينية في هذه اللحظات من هجن رياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري في المتابعة. هكذا هي النتيجة، ندان الأول لهذه الأسماء المتقدمة. مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم متابعينا أمام الشاشات، عودة إلى الصدارة، عودة مع المركز الأول والكادر العلوي يحمل انطلاقة أفراح وتحدي أفراع المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع، من يتقدم ببطء ومضمر الشرق الأوسط من لقب بهذا اللقب في عالم الأصايل، ينطلق مع أفراح وعسى دياركم كلها فراح إن شاء الله. تنطلق أفراح المركز الأول وعلى الصدارة قائدة من بداية مسار هذا الشوط. هذه الأسماء وهذه السلالات على أرضية ميدان المرموم. المركز الثاني القادم الشاهينية، على المركز الثاني من هجن الرياسة القادمة حارب بن مغير العميمي، من يتقدم هنا أبو سلطان ويقدم الشاهينية، من خطف نقطة في صباح هذا اليوم مع أول أشواطنا ما شاء الله. المركز الثالث القادمة الشاهينية من هجن رياسة، والمجازف يواصل إبداعاته مع هجن الرياسة بلا توقف بالفعل. من هجن رياسة قادمة الشاهينية ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. والمركز الرابع يأتي غياث الهلالي مقدما نجومية والأروع، يقدم الشاهينية من هجن العاصفة في هذه اللحظات. والشاهينية والوثبة يا سلام، الثنتين من هجن الرياسة باختلاف المضمرين محمد بن عتيج بن زيتون وكذلك المضمر صالح بن سعيد بن العري
المرء مقدما الوثبة كذلك القادمة في هذه اللحظات تحمل الرقم 21 وهجن العاصفة قادمة بشواهين ثلاثية عاصفية قادمة في هذه اللحظات مع مغادرتنا للمنعطف الأخير. يلا يا غياث الهلالي يقدم انطلاقة هجن العاصفة وتحديات هجن العاصفة على أرضية هذا الميدان، لكن نعود إلى الصدارة مع اقترابنا للكيلومتر الأخير. يلا يا أبو بطي ما تبقى إلا القليل، ها هي أفراع المركز الأول، أفراع على الصدارة، أفراع على المقدمة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، لكن وصلوا الجماعة، وصلت شواهين الرئاسة والوثبة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الأسماء المنطلقة على أرضية هذا الميدان. الشاهينية اللي غيرت من هجن الرئاسة على المركز الأول مع المضمر حارب بن مغير العميمي والمجازف. المجازف يأتي بالشاهينية، والشاهينية من هجن رياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري بو سعيد يقدم الشاهينية على المركز الأول وعلى الصدارة على المركز الأول. يوم المفاجآت والانطلاقات ل400 متر الأخيرة، ما شاء الله، لا حلول للمجازف، لا حلول لهذا الشعار، الشعار الغالي على قلوب الجميع، شعار هجن رياسة، شعار رئيس الدولة، ما شاء الله تبارك الله، يلوح على أرضية هذا الميدان دائما في الصدارة والمقدمة. أهلا وسهلا بالشاهينية، شكرا للمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري بو سعيد. المركز الثاني الشاهينية من هجن رياسة، المركز الثالث الشاهينية من هجن رياسة، المركز الرابع الوثبة من هجن رياسة، المركز الخامس اللي وصلت مشاهدينا متابعينا الكرام أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا هي النتيجة، هكذا نتيجتنا للخمس المراكز اللي وصلت مع خط النهاية ومع هذه الأسماء. عودة مع التوقيت الزمني، عودة مع الشاهينية من هجن رياسة، شكرا للمجازف محمد بن عتيج بن زيتون الميري من قدم الشاهينية بهذا الأداء المتميز، 7 دقائق 32 جزئين من الثانية. هو التوقيت نتابعه ونشاهده مع قنوات دبي ريسنج الحاضرة في كل زوايا هذا الميدان، ناقلة أحداث هذا الانطلاق في صباح هذا اليوم. 7 دقائق 36 6 أجزاء من الثانية، الشاهينية من هجن الرياسة. شكرا حارب بن مغير العميمي بو سلطان من تابع الشاهينية اللي احتلت المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية 7 دقائق 37 9 أجزاء من الثاني من هجن الرياسة. شكرا المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، تهانينا والناموس للجميع.